من الممكن أن قصتي قد بدأت في زمان ومكان مختلفين، ومن الممكن أيضا أن تكون قد بدأت، ومن الممكن أنها لم تبدأ بعد. هذا كله ليس مهما، ليس مهما أن أعرف من أنا ومن أين أتيت ولماذا وكيف ومتى حدث كل هذا. هذا ليس مهما، المهم الآن أن أسمح لروحي بالطيران، بالطيران عاليا حيث لا مكان ولا الزمان، حيث الملائكة، بل أبعد من ذلك، حيث الله. يا الله، ماذا خلقت لي في هذا الكون من كنوز وقدرات؟ كيف أراها؟ كيف أستقبلها؟ أخفض حواجزي، مخاوفي، تعلقي؟ يا الله، أنا لست أنا، فأنا نورك على الأرض، أستقبل، أتدفق حتى أعيش البهجة والوفرة والسعادة. يا الله، استخدمني كيفما تشاء، فأنا نورك على الأرض.